استاذه جانا من القليوبيه. ايوه يا فندم. السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام عليكم. ما بص عايز اسالك سؤال. اتفضلي. انا دلوقتي عارفه ان الحسد مكتوب في القران. تمام. فيعني الحاله متبهدله وبعدين عمالين يقولوا حسد حسد حسد. حاله ايه اللي متبهدله؟ مش ما يعني جوزي شغال يجي يبقى تعبان ويقولوا حسد. فانا عايز اعرف الصوره تقولها لي عشان امنع الحاجه دي لو طيب. حد عامل لنا حاجه ولا بتاع. طيب حاضر. بصي يا ستي، احنا اصلا حضره النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرقي الحسن والحسين بالمعوذتين اللي هي ايه؟ اللي هي سوره الفلق وسوره الناس. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وسوره الناس. يبقى انت تقراي سوره الناس وسوره الفلق على الاقل 3 مرات في اليوم. والمساله الثانيه ايه؟ وتقراي معاهم سوره الاخلاص اللي هي قل هو الله احد، وتقراي قبل النوم 7 مرات الفاتحه وبس. وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصرف. بس انا كمان بنصحكم ان انتوا تغيروا شويه من طريقه تفكيركم في حياتكم. ما هو مش لازم بالضروره يكون ده من سبب الحسد، ممكن يكون سببه ان احنا ما بندرش حياتنا بشكل صحيح. فحاولوا تقعدوا كده وتشوفوا ايه الغلط اللي موجود في حياتكم. تقولي يا حاجات كتيره ومش عايزاه تسبب ضيق في الرزق ولا مش عايزاه تزعلكم من بعض. لا، اقعدوا وناقشوا نفسكم كده، لان الله سبحانه وتعالى يقول بل الانسان على نفسه بصير. تقعدوا كده وتستبصروا في نفسكم وتكتبوا بالورقه والقلم، والله ده محتاج يتغير، ده لو اتحسن هيكون احسن.